شكرا حسين. في هذه اللحظات يسعدنا ان ينضم معنا الزميل العزيز الاعلامي الاردني محمد حسيبه. محمد نرحب بك معنا عبر قناه عمان الرياضيه، ونبدا من حديث الزملاء. غدا لقاء كبير منتظر، المنتخب العراقي يواجه المنتخب الياباني، كيف ترى هذه المواجهه وكيف ممكن المنتخب العراقي يخرج بنتيجه ايجابيه من هذا اللقاء؟ في البدايه مساء الخير لك اخي العزيز احمد، وايضا مسي على الزملاء في الاستوديو وعلى الجماهير العمانيه الحبيبه اللي من كل لها كل الاحترام والتقدير. بالتاكيد هاي المباراه تعتبر بجوز من اكثر المباريات المرتقبه هنا في الدوحه، يعني الكل شاف اليوم التذاكر الجماهيريه نفذت، وايضا بعد ساعات من فتح ايضا الاعتمادات الاعلاميه كان الاغلاق مباشر، في هناك طلب على هذه المباراه، مما يؤكد انه هذه المباراه ستكون قمه الجوله الثانيه لهذه البطوله. بالتاكيد المنتخب العراقي راح يكون امام المنتخب المرشح الاول لللقب، ولكن شفنا المنتخب الياباني في بدايه البطوله كان تغلب امام المنتخب الفيتنامي، فباعتقادي فرصه للمنتخب العراقي راح يكون امامه جماهير وخلفه جماهير كبيره تسانده في هذا اللقاء، سيعتمد على الروح والعزيمه من اجل يعني قهر الكمبيوتر الياباني في لقاء الغد اللي بنتمنى ان يكون لقاء عربي خالص وثلاث نقاط جميل ان شاء الله. طيب هل بكره نقدر نقول انها مباراه يعني ممكن ان نحكم من خلالها فعليا على كساس وعمله خلال الفتره الماضيه؟ الرجل خذ فرصته الكافيه، وبالتالي الجماهير العراقيه تنتظر منتخب عراقي يصمد امام اليابان ويخرج بنتيجه ايجابيه. يعني باعتقادي هي مباراة بعيدا عن كساس، هي مباراة أيضا مهمة للاعبين، وهي أيضا يتمنى كل لاعب أن يشارك في مثل هذه المباراة قمة أمام المنتخب الياباني. بالتأكيد هو اختبار حقيقي للجهاز الفني، كيف طريقة اللعب وإدارة المباراة وقراءة المباريات. بالتأكيد المنتخب العراقي كان في هناك تذبذب بالنتائج خلال المرحلة الماضية، ولكن هاي المباراة بتعطي قدرة الجهاز الفني تقدر تحكم عليه كيف يدير المباريات الصعبة، لأنه دائما المباريات السهلة نحكي عنها أنها مباريات محسومة للفرق، ما بتكشف الأخطاء، ولكن اليوم كجهاز فني كيف تهيئهم نفسيا، كيف تهيئهم أيضا فنيا داخل الملعب يتعامل مع مجريات المباراة، لأنه أنت المنتخب الياباني نسميه برازيل آسيا، ممكن تتلقى منه هدف بأي وقت من أوقات المباراة. فبالتأكيد اختبار صعب جدا بكرة للمدرب والجهاز الفني المنتخب العراقي. إذا كان المنتخب العراقي سيواجه اليابان، فالأردن سيواجه كوريا الجنوبية، أيضا لقاء كبير منتظر في الأيام القادمة، كيف هي تحضيرات المنتخب الأردني وتوقعاتكم لهذا اللقاء؟ يعني بالتأكيد هي احنا بجوز المنتخب الأردني عاد من بعيد أمام ماليزيا بانتصار كبير على منتخب ماليزيا بأربعة أهداف بعد سلسلة نتائج سيئة كانت مع المدرب الحسين عموتة، ولكن بالتأكيد هذا الفوز أعاد الثقة وأعاد الطموح للإعلام وللجماهير الأردنية. مباراة كوريا صعبة، ولكن بالتأكيد أنا بتوقع أنه اللاعبين الأردنيين عندهم القدرة والعزيمة أنهم يواجهوا منتخب الشمشون من كوريا. في هناك بعض الجزئيات اللي ممكن اشتغل عليها الكابتن حسين عموتة، المباراة مش سهلة ولكن ليست مستحيلة على المنتخب الأردني. بتوقع انها اذا المنتخب الأردني استطاع انه يظهر شخصيته في هذه المباراة، اتوقع انه كل الانتكاسات الماضية راح تنسى، راح يصير في هناك سيستم جديد، راح يصير هناك شخصية جديدة للمنتخب، راح نشوف هل فعلا حسين عموتة كما سألت عن كساس، هل حسين عموتة قادر على قيادة المنتخب الأردني. اتوقع هاي المباراة ايضا اختبار حقيقي، انت بتواجه احد عمالقه القاره الاسيويه واحد ابطالها في البطولات الماضيه، فبتوقع ايضا مباراه صعبه علينا، ولكن احنا متفائلين في هذه اللقاء انه المنتخب يحقق نتيجه ايجابيه. ان شاء الله التوفيق للمنتخب الاردني والعراقي وجميع المنتخبات العربيه. شكرا جزيلا لك الزميل محمد. كل الشكر، وايضا بنتمنى التوفيق للمنتخب العماني. وانا بس كنت حاب احكي ملاحظه انه مباراه عمان والسعوديه ذكرتنا بالكره الخليجيه الرائعه اللي كنا بنتمتع فيها متعه طوال 90 دقيقه، والمنتخب العماني اللي كان يلعب بمباريات ايام الكابتن الضابط وايام اللاعبين كلهم الرائعين الجيل الذهبي، فكانت مباراه مع انه خسروا باللحظات الاخيره، ولكن هارد لك كل يعني الامنيات التوفيق للمنتخبات العربيه. شكرا محمد. يا هلا، الله يخليك. اذا حسين هكذا كان الزميل العزيز محمد حسيبه الاعلامي الاردني، يعود لك من جديد.